الحقيقة لقاءنا اليوم كان من المفترض أن هو يتم من خلال منذ فترة أشهر تقريبا، ولكن نظرا للظروف اللي مرينا بها كمجلس بلدي ارتئينا أن نأجل هذا اللقاء إلى اليوم. اللقاء هذا يتعلق بمناقشة موضوع الكراسة المعمارية اللي قام بإعدادها مكتب الاستشاري الوطني للمرافق سنة 2009 على ما أعتقد، وهي تتعلق بالمخطط العام لمدينة طرابلس أو مركز مدينة طرابلس. فاليوم تم دعوة جميع الجهات ذات العلاقة من وزارات، من مراكز بحثية، من أجهزة تعمل في مجال الإسكان والمرافق والمخططات. تم دعوة كل المجالس البلدية المجاورة لبلدية طرابلس المركز، ودعوة عدد من المختصين لغرض مناقشة هذه الكراسة وطرح كل ما يتعلق بها من جوانب إيجابية وسلبية. وتم الاتفاق منذ البداية على أن نحن نركز على النقاط الإيجابية ونحددها بالضبط، ونطرح النقاط السلبية بطريقة إيجابية على أساس أنها يتم مناقشتها وتعديلها إن تطلب الأمر، على أساس أن في نهاية هذا اللقاء أو لو اضطرينا إلى لقاءات أخرى وجلسات نقاش أخرى أن يتم اعتماد هذه الكراسة وهي يعني كمخطط لمدينة طرابلس، على أساس أن يكون عندنا مرجعية ونعتمد عليها في وضع أهدافنا وطرح برامجنا لتحقيق هذه الأهداف. اللقاء اللي عند الآن احنا في منتصف هذه الورشة، فما تم اللي عند الآن هو الطرح أو استعراض لهذه الكراسة. النص الثاني من الورشة حيكون نقاش على أساس أن الأخوة الموجودين الآن في بعض منهم عندهم بعض التحفظات أو بعض التساؤلات سيتم مناقشتها، وأتمنى في نهاية هذا اللقاء أن نصل إلى مبتغانا اللي هو اعتماد هذه الكراسة. ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم في هذا؟ كاعتماد لا توجد صعوبات الآن، ولكن كتنفيذ طبعا تحتاج إلى معطيات كثيرة جدا، من ضمنها الجانب المادي، التمويل، إعداد الناس وإعداد الجهات العلاقة لتنفيذ هذه المخططات. في عدة صعوبات، ولكن بعون الله نكون في مقدورنا التغلب عليها. طبعا البلدية بادرت بإقامة هذه الورشة للحاق، محاولة اللحاق بركب التخطيط العماني في المدن العالم والعواصم المشابهة لمدينة طرابلس، ولتلافي المخالفات والتعديات على التراث العماني وعلى النسيج المعماري للمدينة، كان لازم البلدية تقوم بهذه الخطوة بالتعاون طبعا مع وزارة الإسكان والمرافق ومصلحة التخطيط العماني مشكورين. الهدف الأساسي لهذه الورشة هو الخروج بتوصيات نهائية لاعتماد هذه الكراسة المعمارية والعمانية، لنتحصل على أو لنصل إلى رؤية البلدية وهي مدينة آمنة مستدامة ومزدهرة إن شاء الله. موضوع الكراسة المعمارية واحد بمصلحة طبعا تابعة مصلحة التخطيط العمراني. الموضوع الكراسة المعمارية هذا مشروع اللي هو احنا نعتبره مشروع حضاري بالنسبة لمدينة طرابلس، يتبع عملية التخطيط الحضري. فيه حاجة تسمى التصميم الحضري اللي هو المرحلة التنفيذية للتخطيط. المشروع يحدد في معالم مدينة طرابلس بصورة فنية متكاملة، يحدد المحددات اللي خاصة بها، يهتم بالجانب الحضاري التاريخي لمدينة طرابلس اللي عمرها معروف انه يتجاوز 4000 سنة. الحقبات اللي مرت بها كلها موجودة في صورة منها، في صورة المدينة القديمة، القلعة، الجزء العثماني اللي هو في منطقة متن بالخير والمناطق هذية، بعدين عندنا الامتداد الإيطالي اللي تمثل في متن شارع 24 ديسمبر، شارع الاستقلال، والمنطقة اللي ميدان جنة العريف والمناطق هذية طبعا، وبعدين المرحلة اللي بعد الاستقلال والتطور العمراني
زيادة حجم المدينة وزيادة الاحتياجات بتاعها واستيعابها باعتبارها عاصمة للمملكة الليبية. واستمر المخطط في التوسع على عدة مراحل، طبعا المخطط الإيطالي، بعدين فيه المخطط اللي يعد في أيام المملكة، احنا نسموه الجيل الأول أو أطلق عليه تسمية الجيل الأول، اللي هو كان ما بين فترة من 68 لغاية 88 باعتبار تاريخ التخطيط العمراني. المخططات تعد لكل 20 سنة. جاي بعدها المخطط يسمى بجيل الثاني، فيه توجهات طبعا التدخل السياسي اللي كان موجود من أيام القذافي والتدخلات الخاصة به، النظرية الاشتراكية ومش عارف ايش والحاجات هذه، طبعا واكبة إهمال في التنفيذ. معظم الوقت كانت مجموعات تعتمد على الدراسات فقط، ما اعتمدتش على برامج زمنية للتنفيذ بحيث يتواكب المخططات مع المستهدف منها. طبعا كل هذا شكل عبء على مركز مدينة طرابلس اللي هي المنطقة المركزية اللي يتمثلها توا حاليا بلدية طرابلس المركز، شكل عبء عليها في تداخل الأنشطة والخدمات والاحتياجات. فكان مهم أن يتم إعداد كراسة معمارية لتحدد العمل داخل هذه المدينة، من يتعلق بحركة المرور، يتعلق بالغطاء النباتي زي ما كان في الشرح الموجود، يتعلق بتأتيت الشوارع، حماية الأرصفة، تخصيصها للمشاة، تحديد العلاقة بين السيارة والمستعمل الواحد، وهذه كلها طبعاً مع بعضها خلقت الكراسة المعمارية اللي هو نتمنى أنه يندر لها برنامج زمني للتنفيذ. مش مطلوب منها تتنفذ مثلا في يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن يكون فيها برنامج متوازي وتراتبي، وكل مرة نشاهد جزء منها بدأ يتحقق. وهذا أمل، مش حتى أمل، هذا هدف لازم نسعى جميعا لتحقيقه، سواء فنيين سواء مواطنين. طبعا هو حيشمله بعدين ويفترض يشمل بعدين عرضه حتى عليه المستعملين بمعنى المواطن، لأنه هو المستهدف بهالبرنامج هذا كله.